ما بالبداية كنا يعني ملتزمين بالحظر والوقاية، بس صار ملل وخوف، فهسه من فتحوا المتنازهات وهاي حاولنا نطلع، وهم ملتزمين يعني بالكمامات والتعقيم، يعني صار شوي عند العوائل نوع من الخوف والقلق، بس من طلعوا لا هسه أحسن شوي. صرنا شقد ما جايين من قبل كورونا، محروم من هاي الاجواء، عالم تطلع هاي، فاليوم قلنا نجي وجبنا ويانا، كنا عدنا هنا بالزارة حلوة، هي صرنا شقد ما شايفيها، اليوم جينا احنا طبعا من بغداد. طبعا احنا اول مره نطلع، ف لابسين الكمامه وتصير تشوف وحفاظا على الوقايه وبس. شكرا. مكبوته هاي الفتره الاشهر الماضيه اللي عانت ما عانت من كبت، من تخوف من الوباء، من معاناة، من عدم الدوام، عدم الالتزام بالبيت. فالحمد لله وشكر انه عادت الحياة تدريجيا، يعني ما عادت 100%، ولكن افضل